الحمد لله كي شفتوا الجمع العام العادي ديال رشاد البرنوصي الموسم الرياضي 2020-2021 مر في واحد الظروف أخوية واحد الظروف استثنائية لأنه النادي كيخلد الذكرى 60 لتأسيسه. الحمد لله جمعنا كما كيقولوا الشمال وكرمنا الرؤساء السابقين والمؤسسين ديالو، كرمنا بعض اللعابة السابقين اللي خدموا بجد وبواحد تفاني نادي الرشاد البرنوصي، واللي لمع الصور اللي لمعات الصوره ديال رشاد البرنوصي هما دوك اللعابه ديالو، هما دوك المؤطرين وهما دوك المؤسسين ديالو. الحمد لله كي شفتوا الامور دازت فواحد الجو اخوي واحتفالي، كنتمنوا ان الامور تبقى بحال ما هكا وتزيد للقدام، وحنا يدينا ممدوده لجميع الفعاليات، ما عندنا حتى شي مشكل، الله يسر الامور ونفرحوا جميع ان شاء الله الموسم المقبل باش رشاد البرنوصي يرجع للمكانه الطبيعيه ديالو. هاد الموسم بوتيتر شويه جات الامور شويه محاكه، مي حنا عندنا واحد الاستراتيجيه على اساس انه البروجي ديالنا باش رشاد البرنوصي ترجع للمكانه ديالها ونزيدوا نخدموا ونجتهدوا ان شاء الله. هذا جمع عام استثنائي اللي فيه دابا الذكرى الستينيه للتاسيس ديالو، وفيه تكريم ديال بعض الوجوه اللي كانت قديمه بحال المرحوم الفاطمي المرحوم استاذ منصار، وفيه تكريم الرئيس السابق السيد احمد العموري، وتكريم بعض الوجوه الرياضيه اخرى مثل العسري التهامي من قيدو من اللاعبين ديال الفريق، وتكريم ديال بعض الجمعيات الرياضيه اللي كتساند الفريق. وبالمناسبة هذا أول جمع عام عند الرئيس الجديد بعد المرحلة الانتقالية اللي تمت، وأول تقريبا أول مرة غيدار في البرنوصي، ونتمنى تكون بادرة حسنة وتستمر هكذا. احنا درنا هذا الجمع العام في هذا الوقت لأن يلا توصلنا باللي دوكيمون باش نديروا هذا الجمع العام، وتسنينا نيت باش نديروها في هاد لي 60 طون، هاد 60 ديال الكلوب ديالنا ديال النادي. بهذه المناسبه الرئيس الاخ ديالي شبوره هشام غادي يكرم سي افرني اللي كما تيقولوا جوجل ديال الهوات ديال صحيفات الهوات وديال سيرت، ماشي صحيفات الهوات ولكن ديال البطوله ديال الهوات، وبعض المحبين وبعض ديال رشاد البرنوصي اللي دازوا في رشاد البرنوصي والمؤسسين ديال رشاد البرنوصي. بطبيعه الحال كنحضر اليوم الجمع العام، وهذا الجمع العام كيتزامن مع الذكرى 60 لتاسيس فريق رشاد البرنوصي. فريق رشاد البرنوصي بطبيعه الحال علاقته بالبرنوصي وعلاقته بالناس ديال البرنوصي هي علاقه كتمشي في الاتجاه ديال ان كنقولوا حنا ولاد البرنوصي القدام انه كيعيش في الوجدان ديالنا، وانه من نهار كبرنا حنا وحنا كنعرفوا فريق الرشاد البرنوصي، تبعنا فريق الرشاد البرنوصي، شجعنا فريق الرشاد البرنوصي، كنا كنمشيو معاه بطبيعه الحال في المكان وداك الشيء هذا، وعندنا واحد العطف خاص على الفريق، وواحد المحبه خاصه بالنسبه للفريق، وعندنا غير على الفريق. الفريق صنع امجاد على المستوى الوطني، بطبيعة الحال كان واحد المنبت ديال اللعابة، وعطى نجوم كبار لعبوا في أعتاد الفرق الوطنية ولعبوا خارج أرض الوطن. يكفي الذكر على أساس أن يوسف السفري اللي كان عميد المنتخب الوطني المغربي هو ابن ديال هذا. وبطبيعة الحال حنا بالنسبة لنا كنتأسفوا اليوم للواقع بطبيعة الحال اللي ولا فيه، لأن ما عمرنا كنا كنتصوروا أنه فريق رشاد البرنوصي كيوصل للهوات. وبالتالي احنا بالنسبه لنا جزء كبير من الاخوه اللي عندهم غيره على هذا، بغينا نحاولوا ما امكن انه ندعموا المجهود اللي كيقوم به الرئيس الحالي السي هشام شبوره، اللي بطبيعه الحال كيبذل مجهود كبير ووفر واحد المجموعه ديال الامكانيات، وبطبيعه الحال كيشتغل بواحد المنطق علمي ديال انه يحاول ما امكن يرد الامجاد للفريق. احنا بغينا نلتفوا حوله وبغينا نحاولوا ما امكن على اساس انه نديروا واحد المكتب اللي يقدر بطبيعة الحال على أساس أنه يحيي الأمجاد الفريق ويرد ليه الأمجاد ديالو ويرجع بطبيعة الحال يلعب في الصفوة ديال الفرق الوطنية. إذا هذا هو بطبيعة الحال كيدخل الإطار، المشاركة ديالنا حنا في هذا الشيء وانخراطنا في هذا الشيء كيدخل في هذا الإطار، كتأثروا الغيرة على الفريق، وبطبيعة الحال كنتحاولوا ما أمكن على أساس أنه نمشيو في الأفق على أساس أنه نحاولوا ما أمكن نحيوا الفريق ونحيوا الأمجاد ديال الفريق. حقق احتفال ذكرى 60 لتأسيس رشاد البرنوصي حدث يؤرخ
لفريق شعبي، فريق اللي عطى الكثير كرة القدم الوطنية، فريق اللي من الفرق القلائل على الصعيد الوطني كتحمل اسم ديال الحي هو سيد البرنوسي. وسيد البرنوسي كحي وكعمالة يعني معروف بالرشاد أكثر من أشياء أخرى، وتالي هذا الفريق هذا وهذه المدرسة المعطاءة اللي أعطات ولا زالت قادرة على العطاء في حاجة إلى دعم. وهذه الذكرى المناسبة أولا نستحضروا الأسماء اللي أعطت رشاد كمسيرين كمدربين كلاعبين وكذلك الجمهور، لأن رشاد البرنوسي كانت دائما معروفة بالجمهور ديالها خصوصا من الأيام ديال التألق ديالها في قسم الوطني الأول والقسم الثاني وكذلك في منافسات كأس العرش. بمناسبة كنهنيو كل المكونات ديال رشاد البرنوسي على هذه الذكرى هذه، واللي كنتمنى أنها تكون حافز وبمناسبة باش يكون التكاتف حول هذا الفريق هذا. أولا نرجع المكان الطبيعي ألا هو القسم الوطني الثاني بطولة احترافية، وثانيا أن التأسيس لمدرسة على أسس جديدة ومغايرة باش تعطي ذاك الاستمرارية، لأن رشاد البرنوسي لاحظنا في الآونة الأخيرة ما بقاش كتعتمد فقط على ولاد رشاد البرنوسي، على ولاد البرنوسي صحيح بأن الكفاءة ما عندهاش يعني هوية، ولكن الفروض ان رشاد البرنوسي ترجع للطابع ديالها كمدرسه معطاءه وقادره على انجاب المواهب اللي تالقت على الصعيد الوطني والدولي.